أقام الاتحاد الوطني لطلبة سوريا فرع معاهد دمشق مكتب العمل الطوعي والأنشطة الاجتماعية فعالية ترفيهية لأطفال جمعية بيت العائلة لذوي الاحتياجات الخاصة على أرض الجمعية بدمشق. أهمية هذه الفعاليات طبعاً دائماً تجي بتوجيهات من المكتب التنفيذي لأنشطة لزملائنا الطلاب سواء بالمعاهد سواء بالجامعات، ويكون في تفاعل ويكون في قرب ما بين الطالب وما بين أي نشاط اجتماعي سواء مع طلاب ذوي الاحتياج، سواء مع طلاب متطوعين، سواء مع طلاب بالفترة الجاية ممكن مرضى السرطان. مثل ما حكينا عملنا كمان بجمعية الإسعاف الخيرية، عملنا مع دار الأيتام هناك، عملنا كمان فعالية ترفيهية، كان في عنا فرقة موسيقية، اليوم حيكون في عنا فرقة مسرحية، وحيكون في عنا كمان عبارة عن عزف عود. حيكون في عنا توزيع من بعض الرواد، حيكون في عنا من أصدقاء التراث الشامي، أصدقاء التراث الدمشقي، هدول حيكون في عبارة عن أكثر من سكيتشات مسرحية ليكون في تفاعل ما بين أصدقاء التراث الدمشقي والطلاب اللي هن من ذوي الاحتياجات الخاصة. جمعية مثل بيت العيلة، مثل الاسم على مسمى، بتكونوا فيها أطفال من عندهم حالات خاصة، صعوبات تعلم، توحدون، هن تقريبا ربيانين بهذا المكان وعاملين، يعني عاملين نحن مثل عن جد مثل الاسم على مسمى بيت عيلة. فيها مهارات تنمية فكرية، فيها نشاطات وفيها نوادي، وبيطلعوا كتير نشاطات لأولاد، مسابح، نوادي، أولمبيات بيشاركوا فيها. فعالية أول شيء بتألف المحبة والود، أنه هدول عناصر فعالة بالمجتمع وما بيقولوا عن غيرهم، لكن بدو مين يفهمون. بتعرف المستويات متفاوتة، في ناس إعاقة حركة الفكر تبع عندها جيد جدا ما في أي مشكلة عندهم، وفي بعض الإعاقات الفكرية. لحنا ضيوف هذا الملتقى، وإن شاء الله يا رب بيكون ملتقى ناجح والبشائر واضحة، الابتسامات مزروعة على وجوههم. الفعالية تضمنت أنشطة ترفيهية متنوعة من غناء وعزف ومسرح، إضافة إلى توزيع الهدايا والجوائز للأطفال. لمة حلوة وفرحة حلوة مع بيت العائلة، أطفال متلازمة الحب، يعني أحلى أطفال وأصدق شعور وأصدق أحاسيس عندهم، ونحن كتير بيشرفنا نشارك معهم بكل مناسباتهم، لأنه الحب والعفوية الصادقة والفرحة الحقيقية اللي بتشوفها بعيون الأطفال. احنا اليوم بجمعية العائلة مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة اللي هن إخواتنا واللي المحبة بتجمعنا دائما، بنقول لهم المسمة دائما من أجل الابتسامة، لازم نكون دائما مبتسمين، وإحنا اليوم جايين نبتسم معهم، نزرع الابتسامة، نزرع الأمل فيهم وفينا إن شاء الله. نحن نعملوا لنا هيك ياكم للمخ كثير، بتكون كثير حلوة. ليموني يا ليموني بابا جيب لي ليموني، أشرتها وأكلتها ما ضامت حتى منها، يلي رايح عمكي جيب لي شي والكاكي، والكاكي عن صندوق وصندوق معلو ملح، والمفتاح نحدد والحدة بده بيضة، والبيضة عجاجة والجاجة بده قمحة، والقمحة بطحونة وبطحونة مسكرة فيها مية عكارة، هون مقص هون مقص فيها رصاص رقص رقص. جمعية بيت العائلة تعنى بتقديم المساعدة لأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والمصابين بمتلازمة داون من خلال جمع هؤلاء الأطفال في بيت واحد وتأهيلهم للاندماج في المجتمع.